وما تبقاش ولا شي الاخوان. فالحاجه الاولى اللي بغيت نعطيها طبعا بالنسبه للمسير ونكونوا صراحة فيها، هو السنه الماضيه ما كانش الانضباط، فريق فتح ويسنان عانى من الخساره نتاع بعض اللاعبين منها لان الفريق هبط. هذا واحد النوع من التعامل تيظهرني ماشي ما غيكونش ديال الناس اللي ولا نادي سحابه الصيف عابره. الثاني هوات ما كاينينش بعدا اللي كانوا السبب في النزول ديالها، وكنطلب سعادة الرئيس اللي كنشكرو على الحضور ديالو باش يتداخل في المكتب، تكون افراد لهم تجربة في الكرة ديال هذا اللقاء. سيدي كنشكرو هذا الجمع ضعف داز بروح رياضية. شي وحدين قال لك على المشاكل ما نهضروش فيها، بالعكس خصنا المشاكل دابا اللي نهضروا فيها. وانا كنتوجه النزول ديال فتح ويسري للقسم الوطني الثاني الهوات هو المكتب اللي خصو يكون من افراد لهم سوابق في الكره ولهم تجربه في كره القدم. المكتب ذو المستوى، والمكتب هو الوحيد اللي له السبب في نزول فريق فتح ويسلان الى القسم الوطني الثاني هوات. وانا كنتاسف على شي وحدين اللي كانوا السبب الوحيد في النزول الى القسم الوطني الثاني هوات واللي ما حضروش معنا الاجتماع. المكتب خصو يكون اكس جوار ديال الفريق، وماشي خصوصا يكون اكس جوار ديال فتح ويسلان، يكون له تجربه في كره القدم. المكتب ما عمر شي واحد فيهم كانت عنده كارت جوار ولا تكتبت سميتو في لافي داربيتراج، ما عمرهم شي واحد لبسوا قميص فتح ويسلان في القسم الوطني الرابع ولا الثالث. ودابا كيتجرؤوا باش يحكموا الفريق. المكتب ذو المستوى وكنعاودها ذو المستوى، وكنبغي نصحح الخطا ديالي. المكتب واحد فيهم اللي كان مع فريق فتح ويسلان هو وزان، من غيرهم حتى شي واحد ما لعب مع الكره ولا كانت عنده سوابق ولا في كره القدم. وكنتاسف على هذا المكتب، ما كانش خصو يجي كاع لحقاش هرس الفرقة. واحد ما عرفش حتى شنو هي كرة القدم، وكاينين شي وحدين عود في المكتب. وأنا كنشكر أفراد ديال المكتب اللي ما حاضرينش لحقاش ما عندهمش المجال اللي بانوا بالدابة.